مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة. ويعني اتكلمنا يمكن في السياق كده انا وسارة واحنا في اول حلقة على انه الحمد لله بنطمن على رؤوس الحربة في النادي الاهلي. اجاي ابتدى يدخل وابتدى يقدم اوراق اعتماد الجمهور، اعتقد ان الجمهور راضي عنه بشكل كبير، وفي كتير من الجماهير صنفته في ماتش الزمالك انه اللعيب اللي كان الافضل من حيث المستوى في النادي الاهلي. قدم مباراة لا بأس بيها قدام الجونة، مروان رجع بهدف ولا اروع في توقيت حاسم، فبالتالي المهاجم الصريح في الاهلي بيطمنا. الفتره اللي جايه ان شاء الله كمان النهارده شايفين صالح في القايمه الى حد كبير، واحد من اهم الاوراق عند النادي الاهلي. اللي جاي بقى ان شاء الله افضل. ليه بقول لحضراتكم؟ حسين الشحات راجع، انا بتكلم على الاجنحه. حسين الشحات راجع ان شاء الله باذن الله قريب، واعتقد في خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده هيبتدي كابتن حسين يرجع تمرين نادي الاهلي بشكل كبير. كهربا نفس الحكايه، كهربا اعتقد هيرجع في ماتش الاسماعيلي، يعني فوت ماتش النهارده، عندنا بعد كده وادي دجله، بعد كده حرس، ماتش الاسماعيلي ينتهي ايقاف محمود كهربا ويرجع لتشكيله النادي الاهلي. ودي الحقيقه دي اوراق كان الاهلي وكان ريني فايلر على وجه التحديد مفتقدها في فتره من الفترات، ناهيك عن انه فكره التوقف الطويله يعني توقف المسابقه نفسها، وده بالتاكيد اثر سلبا. فكل ما العجله بتدور وكل ما بتحرك لقدام كل ما المؤشرات كلها بتقول ان شاء الله انه الاهلي بشكله الطبيعي وبحجمه الطبيعي راجع ان شاء الله، خصوصا في توقيت مهم جدا قبل بطوله افريقيا. عبد محمود كهربا الحقيقه بيقوم بتمرينات وتدريبات في مقر النادي الاهلي في التتش، طبعا حضراتكم عارفين انه بيغيب عن لقاءات الفريق عشان بينفذ عقوبه الايقاف اللي كانت توقعت عليه في ماتش السوبر المصري مع الزمالك، ومن المفترض ان شاء الله انه يرجع للماتشات زي ما قلت لحضراتكم خلال الفتره المقبله، وتحديدا في ماتش الاهلي والاسماعيلي. ويمكن كان ليه فيديو زي ما حضراتكم شايفينه نشره كهربا على صفحته على او على يعني على الانستغرام الخاص بيه خلال يعني تاديته لمجموعه من التمرينات دي، كانت النهارده الصبح الحقيقه. ودي تمرينات منفردة يعني بيقوم بيها بشكل منفرد، بينفذ البرنامج التأهيلي اللي حطه ليه الجهاز عشان لما يرجع إن شاء الله ويتشال إيقاف يبقى جاهز أنه يدخل في التشكيلة بشكل سريع. حقيقة يا أحمد يعني تعليقا